السلام عليكم، مرحبا بجماهير النادي الافريقي. كما وعدتكم والوعد نتاعنا كان في مكان نتاعو في الوقت المناسب نتاعو. قلنا لكم راهو كيزومبي من الصباح حتى العشيه لنهار 30 اليوم باش يتاهل الى باش يشارك مع النادي الافريقي. والحمد لله خبر صار وخبر مفرح. الخبر هذا نعرف الكلوبستي الكل يموت عليه، وانا واحد منهم نموت على هذا الامر اللي كيزومبي مؤهل لمواجهة النادي الصفاقسي. هذه ورقة من الأوراق الرابحة وربي بقى علينا الستر. كيزومبي لاعب باش يفيد النادي الإفريقي بصفة كبيرة ياسر في المقابلة القادمة. هذا الملاعب اللي احنا نستناو فيه في انتظار أرموند كوي. اللاعب هذايا كيزومبي باش يكون مفاجأة سارة للنادي الإفريقي ضد النادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي نعرفوه طويكا راهم خايفين. خايفين كيفاش باش نلعبوا لهم لعبه كي من هكا. ما كانوش يتصوروا اللي النادي الافريقي اصبحت عندنا اداره قانونيه كبيره ياسر، اصبحت عندنا اداره تقبل باش تقرا الامور التكتيكيه في الامور الاداريه، الامور الاداريه عفوا تقرا لها الف حساب وتجيبها في المكان نتاعها. كنا نجم راهو نلعبوا كيزومبي ونقولوا عندنا الحق وكل شيء، ولكن إدارة هيكل تخيل على ما يبدو سمعوا كلام نبيل ريغر سبور. إيه نعم كلامنا مسموع والحمد لله وبقدرنا بقدرنا ونبقاو طول عمرنا بقدرنا. إحنا نبيل ريغر سبور المدعم رقم 2 أو 3 للنادي الإفريقي، الأولاني شون بيرز، الثاني هيكل تخيل، الثالث جمهور نادي إفريقي، والرابع نبيل ريغر سبور. أنا معاكم نادي الإفريقي ديما إلى الأمام، اللي نوعدوا به بإذن الله ينجح، كل شيء حكينا عليه ينجح، وثم مستشهر بإذن الله في النادي الإفريقي ولكن في الوقت المناسب. ما نجمش نستبق الأحداث وتبدأوا تسألوا فيه وكل شيء. ثم واحد من المتابعين بتاعنا، واحد مسكين ما يدريش ما يفهمش ما ناقص برشا حاجات، بعث لي ميساج قال لي يا نبيل ما عادش تقول شون بيرز الأب الروحي راهم يضحك علينا. يراك ضحك، تعرف يراك ضحكة بالحق، على خطر الحاجة هذه راهي ما تتقالش. تبعث لي في ميساج تاو باهي نفترض وانت مكشخ وتابع في ميساج على اساس انت كلوبيستي، راه جماعه المكشخه يضحكوا علينا كي انت تقول الاب الروحي. ليه يضحكوا عليك ودي اب الروحي؟ فاهمها شنو معناها ولا تعرف قيمتها اب الروحي شنو معناها باش انت تقولي راهم يضحكوا علينا؟ يا راك ضحكه، على خاطر الناس الرجال الصحاح ما عمرهم ما يقولوا ما يبعث ميساج كي من هك يضحكوا عليك. في سنوات عندك سنوات يضحكوا عليك، العالم كامل يضحك عليك. نتائج ضعيفه، نتائج صفر، كنتوا فرحانين ما تحبوناش نحكيو، اما وقت اللي النتائج اصبحت باهيه ولا عندنا رئيس محترم جدا، رئيس شرفي للنادي الافريقي، اب روحي شون بيرز، فيرجي شون بيرز الاب الروحي للنادي الافريقي. انت كان انت عندك اب روحي اخر، انا ما عنديش اب روحي اخر، عندي ربي سبحانه وسيدي بي، والاب الروحي هو شون بيرز. وبالدليل زادة بالدليل شون بيرز، الحاجه اللي تفرحنا شنو نحبوا انسان يفرح الجمعيه ذيك، جانا شون بيرز فرح الجمعيه ذيك. هذاك شنو تسميه؟ تسميه حاجه ضد النادي الافريقي؟ هي الحاجه الاب الروحي معناها الانسان اللي ترتاح له، انسان ترتاح له نفسانيا ويفيدك نفسانيا. انتوما واحنا كجمهور النادي الافريقي، الراجل هذا يدفع في الفلوس وماهوش قاعد يحسب، معناها ما فادناش، مو فادنا نفسانيا ومفرهدنا ومخلينا مرتاحين ومخلي النادي الافريقي في العلاني ومخلي الجمهور تاع الفرق المنافسه مشويين مقهورين مجلوطين، ومازال القدام، مازال النادي الافريقي في تحسن، مازال النادي الافريقي نحو البطولات والكؤوس. كيزومبي فجعه للنادي الصفاقسي، فجعه. في بالكم اليوم الجمهور تاع النادي الصفاقسي قاموا باحتجاج قدام المقر تاع الولايه، على اساس شنو؟ على اساس يحبوا يرجعوا يلعبوا في ملعب طيب المهيري، بينما هما لي هم تودي هذه حكايه تعود تحب تلعب في الملعب الطيب المهيري، يتو يصلح التراب بالامور تاع الدوله. اخي الولايه هي اللي مش تريق لك، بالك انت صفاقس ماشي في بالك تتبع صفاقس، صفاقس تتبع تونس، راه باش تحط في بالك تونس كامله معناها، يعني مش انت كي تعمل وقفه احتجاجيه معناتها انتهى. ليه ماهوش هكا، ماهوش هكا. كيف ما ملعب المنزه اخي، حتى احنا النادي الافريقي نحبوا نلعبوا في المنزه، المنزه خطوه قدام الدار، نعملوا تنقيزه نلقاو روحنا في ملعب المنزه ونروحوا على ساقينا، بالرغم من هذاك ساكتين ومتحملين السفر للرادس. والرادس بعيد على معظم جمهور النادي الافريقي نتاع الحواز نتاع العاصمه، قريب كان لجماعه بن عروس، الباقي كلهم بعاد عليها، منوبه واريانا وتونس الكل بعاد عليها، وشكون ينكر في الامر هذا؟ ما ثماش متروات في الليل، ما ثماش ترينو نتاع رادس، ما ثماش فاش تروح التاكسي، ما ثماش. هي شو وقتاش باش تعمل انت تبات في رادس كي تبدا ما عندكش سياره؟ يعني احنا قبلنا باش نلعبوا في ملعب رادس وبعيد وكل شيء. هذه معناها تعريج على اللي النادي الصفاقسي شنو المقصود نتاعهم، ولكن هما الوقفه هذه اللي يعملوا فيها ماشي في بالهم ما ثماش دوله. لا ثم دوله، والدوله
قائمة الذات والحمد لله. وهذايا اش علينا احنا ماذا بينا ملعب صفاقس يتصلح ويرجع النادي صفاقس يلعب في صفاقس ماذا بينا. اما مش معناها وقفة احتجاجية باش تقلب الدنيا دي. عادة ثم اولويات في تونس نعملوهم قبل، نحضروا العباد السكر يبدا موجود في كل مكان مش يبدا بالمحاولة، نحضروا العباد الزيت بتاع قبل دبوز الزيت معاش موجودة ترجع للناس. هذا اللي حاجتنا به في الرياضة التونسية، معناها في في تونس كي تحب انت تصلح في البلاد تصلح في الامور هذه ناخذ هذه للناس كل الشعب. اما باش تحكي لي على هاو الملعب نتاع صفاقس هكا نعملوا لا، هي تعرف علاش انتم خرجتوا وعملتوا افلمو لا فلمو هذيك نتاع هذيك كيما يقولوا فيها رقصة هذيك المذبوح. الجمهور نتاع صفاقس حاسين اللي البارتي كاسحه مع النادي الافريقي في ملعب رادس، حاسين اللي باش تصير مهزله تاريخيه ممكن هذا اللي فهمته وانا اي برا نعملوا هكا. وهذه واضحه خاطر الانسان اللي عنده ثقه في روحه ما يقرب عشرة رايد ويقضي اموره بالامور القانونيه منه ومنه تقضي امورك وسيبوه وجاوك في النوار. اما اللي قربع عنده اشكاليه، ما دام ثم اشكاليه احنا ما نجم نقولوا كان حاجه واحده، مصائب قوم عند قوم فوائده. انا ما على باليش، انا الامور مريق لو ماشي والحمد لله الامور في النوار. الكليب افريكان في العلالي خليه النادي الافريقي في العلالي، هذا هو اللي نجم نقول. الكليب افريكان المقابله القادمه ضد النادي الصفاقسي نفوز او نفوز، هذا هو اللي نعرفه. كي زومبي باش يشد المكان نتاعو من غاديك يولي يحرف فيها يمين ويسار محرف بقلبه، هز يمين رجع يسار هز يمين رجع يسار. هشام بكار مزمر عليك مزمر عليك كونتر الكليب افريكان في المقابله القادمه في الكلاسيكو. هذه حاجة تصوروا انتم المكان بتاع اللي يلعب فيه كيزومبي كيزومبي ومعه بسام صرافي ومعه آية مالك، يعني ثلاثة نلعبوا على الجهة اليمنى، ولكن كيزومبي باش يفك المكان بتاعه بما انه قاعد مؤهل، آية مالك باش يولي يرجع لوسط الميدان، وبسام صرافي نجم يكون احتياطي. هذه حاجة طبيعية. النادي الافريقي زدنا ملاعبي اخر، عبارة ملاعبي مازلنا كي انتدبناه. كيفاش تم تأهيل كيزومبي وكيفاش كيزومبي معناها أموره القانونية، بما انه الناس اللي يتبع فينا اليوم وما تبعوش الفيديو اللي قبله تبعوا اللي قبله واللي قبل قبله، وعندي برشا فيديوهات حكيت فيها مع الأمور القانونية بتاع كيزومبي. ولكن نزيدوا نأكدوا في الأمور هذه اللي تأهيل كيزومبي بعد ما راسلت الفيفا الجامعة الكونغولية مدتها بستة أيام، ستة أيام الجامعة الكونغولية مع مازمبي يبعثوا البطاقة الصفراء اللي تخول اللاعب يلعب مع النادي الإفريقي. وبعد الفرقة ذي اللي هي مازمبي أو الفريق الثاني في الكونغو يفضوا أمورهم مع اللاعب، واللي هي إشكالية بسيطة مالية يدفعها اللاعب. النادي الإفريقي ما عنده حتى دخل في الأمر ذي، أموره قانونية، الفيفا أهلته للاعب بتاعه والحمد لله. هذه حاجة في صالح النادي الإفريقي، حاجة نحمد عليها ربي. لذلك توا النادي الإفريقي الملاعبين نتاعنا مأهل، ما زالت 72 ساعة اللي يحكيوا عليها، 72 ساعة معناها تأهل على خاطر مقابلة النادي الصفاقسي نهار السبت، و 72 ساعة يوفاو نهار الجمعة في الليل، يعني ديما نسجلوا أهداف في الدقيقة 90، والمرة هذه هدف في الدقيقة 95 للنادي الإفريقي عن طريق كوزومبي. النادي الإفريقي بإذن الله ننتصروا على النادي الصفاقسي ونتعداو للي بعده زي نساعدو، اللي بعده الأولمبي الباجي سوف نلتقي ملتقانا بعد الانتصار ضد النادي الصفاقسي. والسلام عليكم وفيفا فورزا السيارة.